السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين يا حبايبي حلوين انا طالع معايا في فيتري مشلتت حلوة قوي ازاي، وعلى فكرة بطريقة سهلة جدا جدا جدا، اي حد يقدر يعملها، حتى الاطفال يقدروا يعملوها، الاطفال اللي هما من 6 سنين 7 سنين 8 سنين. بس لو سمحتوا لو الاطفال هما اللي هيعملوهم ما تخلوهم يشوفوا جنب النار، خليهم هما يعملوهم ويشغلوهم في اي حاجة كده، وتكون حاجة مفيدة وهياكلوكوا اكلة حلوة جدا. زي ما انتوا شايفين هي الفطيره طالعه معايا رقت ازاي، بس اهم حاجه الاطفال ما توقفش جنب النار. شايفين هي طالعه معايا سمكها 2 سم الا ربع، يعني سمكها كبير وحلو ما شاء الله. وشوفوا الرقات طالعه حلوه ازاي، مقرمشه من تحت ومقرمشه من فوق، وجميله جدا جدا جدا. وطريقتها اسهل ما يكون، اي حد يقدر يعملها، حتى لو اي حد مبتدئ هيبتدي يعمل الفطير هوريه. ما يقلقش العكينة اتقطعت معي، لو طلع شكلها مش مدور انا في الاخر هعلمكم يخلوها شكلها مدور ازاي، لان انا في الاول والاخر عجينة، انت اللي تقدري تشكليها في اي وقت وتعملي بيها اي حاجة ان شاء الله تعجبكم. اول حاجة حبايبي بنجيب الدقيق، الفطيرة دي كلها كانت في صينية 30 سنتي، اللي هي صينية مقاس 30، بتاخد بس 1/2 كيلو دقيق. شايفين وتطلع كبيرة قد ايه وسمكها كبير قد ايه. حطينا على 1/2 كيلو دقيق ده 5 معالق سكر، 5 معالق صغيرين مش معلقة صغيرة كبيرة، وحطينا 1/2 معلقة ملح ممسوحة، وهنقلبهم مع الدقيق مع السكر مع الملح كويس جدا. اهو شايفين ما بتحطش عليها حاجة دينية على العجينة، اقلبهم كده على بعض. بعد ما قلبتهم ابتدي احط المية عشان اعجنها. طب الميه بتتحط ايه؟ الميه بتبقى حوالي 1/4 كيلو، بس ما تحطوش 1/4 كيلو كله، يا دوبك هنحط بقين بقين ونعجن بقين وبقين ونعجن. وفي الاخر اول ما تلاقي عجينه تلمي معايا كده اروح حاطه بق في بق او نص بق في نص بق، لحد ما ايه يعني حبه ميه صغيرين في حبه ميه صغيرين، لحد ما تتعجن معايا. اول ما الاقيها ما بتلزقش في الايد اعرف انها خلاص بقت جميله كده. شايفين العجينه طالعه معايا حلوه ازاي. اهم حاجة بقى في الفطير ان انت بتسيب العجينة ترتاح. انا اقطعها دوريات صغيرة، كل دورية قد الليمونة كده، الا في واحدة على الوش واخدة دوريتين من بعض، 2 دورية وحطهم فوق بعض كده ورحت لفتهم. دي بتبقى كبيرة شوية لان دي اللي انا هلف بقى الفطيرة في الاخر. بص حبايبي بعد ما سبتها ترتاح 1/2 ساعة بقت عاملة ازاي، اهو شايفين انا حطيت عليها حبه زيت قبل ما ترتاح حبايبي، يعني دوبك عاوز احط على الوش كده حبه زيت، نقطه زيت كده بس عشان ما تنشفش مني، واكون مغطيها. هجيب صينيه والصينيه احط فيها حبه زيت، شايفين، واروح دعجه الزيت ده في الصينيه كلها. الصينيه دي مقاس 30، يعني اكبر صينيه، هدعجها من تحت ومن الجوانب كويس جدا. وشايفتك شايفه هما 2 معلقة زيت، يعني الزيت مش كتير. بعد كده هركن الصينيه على جنب، ودي سمنه انا سيحت السمنه. لو انا عايزه اعمل بالزبده البلدي السمنه البلدي يا جماعه، بتحطوا نصها سمنه بلدي على نصها سمنه صناعي، يعني اهم حاجه السمنه الصناعي دي ان هي اللي بتخلي الطوابق ما تلزقش في بعضها. ودي الرخامه اللي انا هعجن عليها، اي مكان انا هعجن عليه لازم احط عليه حبه زيت، حوالي 3 4 معالق زيت كده، واروح ايه دعكام كويس جدا. حتى النشابه اللي انا اعمل بيها الفطير اروح احط عليها زيت. شايفين حاجه سهله ايه، اي حد يقدر يعملها، حتى الاطفال. دي الكور الصغيره اللي قد الليمونه، هي بعد ما سبتها ارتاحت 1/2 ساعه زي ما اتفقنا. اديني هبدأ افردها معاكم اهو، شايفين اهي، شايفين اول ما اتفردت هي صغيره كده حوالي شبر او شبر ونص، فردتها اهي. شايفين هي خدت سمك، خدت حجم اقل من الصينيه ازاي، خدتها وحطيتها في الصينيه. وبعد ما حطيتها في الصينيه حطيت عليها معلقه ومعلقتين سمنه، مش مليانين طبعا يا حبايبي. حطي الاول معلقه وروح دعجه، لو لقيتها عايزه تاني روح حطها معلقه تاني. شايفين لازم اخلي السمن كلها عليها سمنه كويس، لان السمنه هي اللي هتخلي الطوابق ما تلزقش في بعضها حبايبي، ويبقى شكلها جميل وتطلع زي ما انتم شايفين رقات كده فوق بعضها. انا هوريكم واحده تانية اهو قدام عينيكم اهي،
خلاص. انا الرخامه كنت اول مره حطيت فيها زيت، انا تاني مره لما كيت ما حطيتش زيت، لان الرخامه كانت متشبعه بالزيت، وانا ايديا كان طبعا مكانها سمنه، ما حطيت على الطبقه الاولانيه سمنه، فكانت هي خلاص خدت من ايديا حبه سمنه كده على الوش، فعملت طبقه، فروحت فردتها وحطيتهم فوق بعض. شايفين الاتنين فوق بعض ازاي؟ طب ايه اللي هيخليهم ما يلزقوش في بعض؟ وزي ما بحط العجينه وتلزق، ان انا حاطه ما بينهم سمنه، اهم حاجه في الفطير السمنه. اهو شايفين، على فكره هي خدت مني الفطير دي معلقتين سمنه كبار، اللي هم قبل ما يسيحوا، لما تسيحوا اهم شايفين، افضل احط سمنه وادعك كويس جدا جدا جدا، لان السمنه هي اللي هتخليها يا جماعه مش تلزق في بعض. اهو شوف بقى، انا فضلت اعمل طوابق الفطير، كل عملت كل الكور الصغيره اهي، شايفين انا عماله افتحها ازاي، مفيش اي حاجه لازقه في بعض، لان كل طبق بحط ما بينه سمنه، لو انا ما حطيتش سمنه هيلزقوا في بعض تاني، وتبقى عجينه كده على واحده دايما. الزيت مش هيمنع لزقهم على بعض، السمنه الوحيده هي اللي هتمنع لزقهم على بعض، اهم حاجه السمنه. ويا دوبك ما بين كل طبقه حوالي معلقه ممسوحه او معلقه ونص، دي بقى الكوره الكبيره اللي انا قلت لكم حبايبي اصبها للاخر، هي الكوره الكبيره دي بقى اللي هنعمل بيها الفطيره ونطلعها مدوره. طب انا الاول كان، لو شايفين ان العجينه متقطعش من اي حاجه معايا، بس انتوا لو العجينه وانتوا بتفرطوها اتقطعت عادي مش مشكله، هتاخدوها برضو تحطها في الصينيه وتحط فيها سمنه وهي متقطعه مفيش مشكله. شايفين انا فردها، يعني التانية لو كانت بتتفرد شبر ونص، دي هتتفرد حوالي 3 شبور. شايفين انا فردتها على الاخر ازاي، اول ما فردها كده حبايبي اروح برضو حاطة عليها سمنة، بس بحط عليها سمنة منوية على الرخامة، ما بشيلهاش مع الرخامة وبحط عليها سمنة. بعد ما احط عليها سمنة دي طبقات الفطير اللي انا عملتها، اروح واخداها وحطها في نص العجينة بالظبط. شايفين حطيتها في النص ازاي، اول ما احطها في النص بقى كده هبتدي الم العجينه، يعني شايفين اخد من الحرف وادخل على النص بتاع اللي انا عملته، من الحرف وادخل في النص. لو اتقطعت معايا وانا بشدها عادي محدش يزعل ولا يقلق ولا اي حاجه، في الاخر هنطلعها مدوره ومش هيبان فيها اي حاجه مقطوعه، وتبقى شكلها جميل جدا وطعمها جميل جدا. عشان كده انا بقول لكم الاطفال ذات نفسهم كمان يقدروا يعملوها، واي حد مبتدئ يقدر يعملها، دي اسهل طريقه فطير مشلتت، اي حد يقدر يعملها مهما كان صغير كبير او اي حد، ما اعتقدش هتشوفوا طريقه اسهل من كده. ولا قلت بقى خدوا العجينه وفرطوها مره واحده كبيره ولا اي حاجه، لا ادينا عملناها حته حته، وكل حته عجينه كان قد الليمونه زي ما انا اوريكم. شايفين حطيت كل الطوابق فوق بعضها ازاي، ما تنسوش تدهنوا اللي انا فردتها الاخيره، الكره الاخيره دي الكبيره دي سمنه، قبل ما احط عليها كل طبقات الفطير. ايه شايفين، هشيلها واحطها في الصينيه، بس وانا بشيلها هشيلها بالراحه واروح اقلبها على الناحيه التانية. شايفين اللي تحت هي اللي بقت الوش، واللي انا كنت عماله الفهم فوق بعض دول هما اللي بقوا ايه الظهر، بحط عليها معلقتين سمنه كده على الوش عشان ما تنشفش حبايبي. بعد ما احط معلقتين سمنه اروح سايباها برضو نص ساعه تاني ترتاح، اهم حاجه ان انت تسيبها ترتاح. شايفين لازم احط فيها كلها سمنه كويس، ما خلاش ولا حته ما فيهاش سمنه. شايفين السمنه مخليها شكلها تلمع وجميل ازاي، والعجينه لما ترتاح هتبقى معايا احلى واجمل واجمل. شايفين هي كده، بص حبايبي بعد ما ارتاحت معايا، حتى شايفين السمنه جمدت معايا ازاي تحت اهي، ده دليل ان انا سبتها ترتاح نص ساعه. ازاي بقى اخلي الفطيره مدوره، دي اهم خطوه تخلي الفطيره معاكي مدوره. انا بعد ما ارتاحت هفضل اضغط عليها من النص ومن الحروف ومن كل حته، واحاول ان اخليها كلها سمك واحد. على فكره في الضغطه اللي انا بضغطها دي بتبقى بالراحه، بتضغطي بالراحه، وهي عشان الفطيره ارتاحت، عشان ارتاحت معاكي العجينه فهتتفرد معاكي تاني. كل ما انت بتضغطي كده على فكره جميع الطوابق اللي انت فردتيها هتلاقيها بتفرد معاكي وتروح على حرف الصينيه. افضل افرد 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 كده، اتك عليها اضغط اضغط لحد ما توصل معايا على حدود الصينيه، بقت كده معايا الفطيره مدوره، مع ان انا كانت عماله تطلع معايا حبه مثلثه وحبه مربعه لما كنت بفرد. شايفين في الاخر مطلعينها مدوره ازاي،
اسهل طريقه تطلعها مدوره. طب على الوش احط ايه؟ برضو احط على الوش كده معلقتين سمنه حلوين، وبعد ما احط معلقتين سمنه اروح دعجان كويس بايديا واروح احطها في الفرن. طب انا لو عايزه اعملها ما عنديش زبده فلاحي وعايزه اطلعه طعم الزبده الفلاحي، اروح حاطه معلقتين قشطه على معلقتين سمنه واروح مقلباهم مع بعض كويس جدا، واروح حطاهم على وش الفطيره بدل ما انا ادعكها بسمنه كده بس، لان الزبده الفلاحي اصلا بتطلع من القشطه. شايفين؟ هتعجبكم جدا جدا جدا. دلوقتي انا هبتدي ادخلها في الفرن حبايبي عشان هي كده خلاص خلصت. شايفين طلع معايا واخده التدويره في الصينيه الكامله ازاي، وبقت مدوره وشكلها جميل. بس اهم حاجه احط على الوش سمنه عشان السمنه هي اللي هتخليها مقرمشه. وزي ما قلت لكم لو عايزينها بطعم الزبده الفلاحي وانا ما عنديش زبده فلاحي احط على الوش قشطه مع معلقتين السمنه دول. في ناس برضو حبايبي بيحطوا على الوش، بيجيبوا نص علبة زبادي على معلقتين سمنة ويقلبوهم مع بعض ويحطها على الوش، فكده يطلع الوش مني طري لو انا عايزة الوش طري. بس انا لو حاطة سمنة كده بس هتطلع الوش مقرمش. طب انا لو عايزة الوش طري وانا ما مش حاطة زبادي، اروح اول ما تطلع اروح مغطياها شوية تروح الوش معايا يطرى مش هيبقى مقرمش. انا بحطها في الفرن بس ما بحطهاش تحت خالص، يعني انا فاتحة عليها من تحت بس بخليها عالية كده دور واحد. طب عالية دور واحد اللي هو الدور اللي هو حوالي 6 سنتي دي، وما بين كل دور كده بتعليه في الفرن الثقب بيبقى 6 سنتي. بعد كده فتحت عليها الشواية، هي خدت من تحت حوالي معايا سوى 3 ساعة، فتحت عليها الشواية. الشواية بتاخد وقت حوالي 2 دقيقة بس كده او 3 دقايق يا جماعة، فلازم وانا حطها على الشواية افضل اراقبها كل شوية وبص عليها عشان ما تتحرقش مني. سبتها بقى بعد ما طلعت بقى سبتها حبه كده عشان كانت سخنه جدا، ورحت قطعتها عشان اوريكم الرقات بتاعتها. شايفين طالعه مدوره وحلوه وجميله جدا ازاي؟ شايفين بقى ان انا فتلت كل واحده كانت قد الليمونه الرقات دي. شفت بقى طلعت معايا مورقه وحلوه ازاي؟ فطيره مشلتته 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 باسهل الطرق. ما قلناش بقى هاتي العكينه كبيره وافتري افردي فيها واعمل، لا 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 لا, لا. هي كانت العجينه اللي عمالين نفرد فيها قد الليمونه صغننه كده وعمالين نفرد فيها نفرد فيها، وطبعا ما بتاخدش وقت معانا خالص. شايفين سمكها كبير ازاي؟ سمكها طالع معايا حوالي 2 سنتي الا ربع زي ما انا قلت لكم، يعني سمكها كبير كبيره وملحمه كده بمعنى اصح زي ما بيقولوا. شايفين مفيش ولا رق معايا لزق في بعضه زي ما انا قلت لكم كده. لما انا ضغطت عليها بايديا كده بعد ما ارتاحت للمره الثانيه قبل ما احطها في الفرن وخدت التدوره بتاعه الصينيه، شايفين جميع الرقات معايا اتفردت داني ازاي؟ يعني انا فردها كده يعتبر فردتها نص فرد، ولما انا التكه اللي بايديا دي فردتها نص الفرد الداني، لان هي كانت في الاول مش واخده حدود الصينيه. شايفين حدود الصينيه ازاي؟ دلوقتي انا قطعتها بصوا 4 عشان اوريكم جميع الرقات عشان ما تحسبوش من رق واحد بس اللي هي طلعت تخينه والباقي لا. شايفين كلها طالعه معايا تخينه ازاي وكلها مورقه ازاي؟ طريقه سهله جدا جدا وتعجبكم اي حد يعملها. ارجوكم تعملوا لايك وشير لو عجبتكم الفكره، وان شاء الله هتعجبكم لان مفيش اسهل من كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك.